من مهندس للسيارات إلى صانع ألعاب الأطفال، هكذا يعمل المواطن أحمد سالم في أبين في صناعة ألعاب الأطفال بمواد بسيطة يرسم خلالها البسمة على محياهم. في ورشته البسيطة هذه يعمل أحمد بشكل يومي على صناعة نماذج مختلفة من ألعاب الأطفال توضع في الحارات والأماكن العامة بمواد يجمعها من بقايا السيارات وورش الحدادة وغيرها. ورغم مردودها المادي البسيط يقول إنه يجد متعة في صناعتها، وهو يرى الأطفال يلعبون بها في ظل ظروف الحرب والأزمات الاقتصادية التي حرمتهم من المتنفسات والحدائق وغيرها. أنا المهندس أحمد سالم عوض، اشتغل مهندس في تصليح سيارات ميكانيك ولحام، وذلك مع الأوضاع المدهورة الآن في بلادنا اتجهت إلى سعادة الأطفال وأصنع دراهين ألعاب الأطفال، وذلك الحمد لله تم النجاح في هذا المشروع الذي ابتدعته، وأنا أعمل مع الوالد حفظه الله فترة، ولازلت أعمل في هذا المهنة، تطورني أبي وشجعني على هذا المهنة، والحمد لله تم النجاح. وهذه المواد الذي أعمل فيها من المواسير، من البربرنجات، من صبار، من أمواد عمل بأمواد الرنج والقلخ واللحام، والحمد لله أشياء بسيطة في أقبال من المواطنين، وذلك الأطفال يأتوا إلي كل يوم يلعبوا، وذلك الحمد لله أني مرتاح أنهم يكونوا سعيدين. يعمل أحمد كمهندس للسيارات، لكن ضعف الإقبال بسبب الأوضاع الصعبة دفعه إلى الاتجاه لأعمال أخرى بقية توفير لقمة العيش لأسرته، وإن كانت هذه الأعمال بالنسبة له شاقة. طبعا ما شاء الله أحمد السائق سوى الآن هذا الألعاب للأطفال وسعادهم، ما شاء الله فكرة حلوة، بس إنما المواد هذه الأيام غالي، ما قدر يطور هذا المجال. طبعا إذا توفرت له من المواد الحديد، من مواد هذه الأشياء، إن شاء الله بيطور أكثر وأكثر بإذن الله. ما شاء الله أنا أشوفه ما شاء الله أحمد مسيق شخص مبدع في هذا العمل، وهذا العمل ما شاء الله ورثه من أبوه، علم أبوه اجتهد فيه لما طلع ما شاء الله أحمد مسيق مبدع ما شاء الله. وتطال المعاناة العمال الذين اتجهوا للأعمال الحرة، حيث وجدوا أنفسهم في خضم أوضاع مزرية نتيجة قبولهم بأعمال غير معتادة في بيئة عمل شاقة تطالها العديد من الصعوبات التي تتعرض لها الأيادي العاملة. حيدر أحمد لبرنامج أسبوع البلد أبين.